احلى لياليك وحزاتك متخيل عاد من قالها مو شالها طب الاول انت تستاهل طب طبعا يا جماعه الخير الان بنبدا في الاسئله لان الوقت معنا وودنا ما نطول عليكم السؤال الاول المن العلي الجعيدي السؤال يقول دائما يجي صعب الاول كم كان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما توفيت امه خيارات اي الخيار الاول 3 سنوات الخيار الثاني 4 سنوات الخيار الثالث 5 سنوات الوقت معك عطونا التايمر اذا النجاة 5 سنوات تأكد احس انها 4 تأكد الإجابة 5 سنوات بارك الله للأسف إجابة علي الجعيدي صحيحة الله عليك طيب علي الجعيدي يقفز معنا درجة ألف مبروك علي الجعيدي الإجابة وقفز معنا درجة السؤال الثاني للجميل متميز شهد بن طاحوس السؤال يقول ما هي أطول سورة في القرآن الكريم عندك إجابة ولا نعطيك خيارات لا عندي إذا قلت الإجابة على طول أقول 3 ولا 4 عندك إجابة عطنا إيه يلا وش إجابة سورة البقرة تأكد متأكد إرشيد عنده ثقة زايدة والثقة هذه يتوقع انها في محلها ألف مبروك لا 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 ما جت معه ما احتملت الجولة لا خلاص جايبين يلا الله بطنا بطنا الجولة الأولى يا جماعة الخير جاوب معنا شيل جاوب معنا